FM. الكلمة ليك. معنا عبر الهاتف رئيسة جمعية أمنيتي مدام بثينة الملكي. مرحبا بك. زوي صباح الخير. مرحبا بك مدام بثينة. دونك حالة خليل شفناكم انتوما اللي عملتوا نجموا نقولوا العديد من المداخلات الإذاعية وكيف كيف تحبوا توصلوا صوت خليل للناس. نخلي لك الكلمة باش تعرفنا أكثر بخليل وبوضعيته الحالية. خليل شاب عمره 14 سنة، تعرفنا عليه وقت اللي حققنا له أمنية. الأمنية بتاعه كان يحب يولي ممثل وتعدى في سكتش في التلفزة، يدهولي برشا ناس شافوه. دايوغ البارح دخلنا وشفنا عدد المشاهدات متاع سكتش مع خليل، يعني عدد فوق 4 مليون في ساعتين من زمان. هو عملوا سكتش من شهرين، أما بالحملة متاع اليوم خليل ولا مشهور. إن شاء الله يولي مشهور بنجاح العملية نتاعه إن شاء الله. إن شاء الله. كما قلت خليل محروم من الأب، محروم من الأم، محروم من الصحة. ورم دماغي أثر على حياته، أثر على محيطه، أثر على عائلته. هو عايش مع أخته خلود، وأثر على بصره، فقده. مع الاستشارة مع الطبيبة بتاعه وكل حالة خليل حرجة، حرجة برشا. وحبينا نعملوا كامباني دو سنسيبيزاسيون للناس، خاطر العملية في الخارج ثقيلة شوية، ثقيلة من جميع النواحي، جامعة المادية ومن الناحية النفسية وكل شيء، الطبية الطبية حتى هو نفسيا نفسيا صعيبة شوية ونفسانيا. اتصلنا معناتها من اكبر دكاتره في باريس، المتخصص في اورام هذيا الدماغيه للاطفال. ثم تخصص الاورام الدماغيه للكبار، ثم تخصص قبل باش ياخذ خليل بعثونا بيان سور لو دوفي. العمليه ثقيله ماديا، مي بالنسبه للعمليات العاديه معناتها احنا كجمعيه حدينا ب40% من الواحد من السم الحقيقيه للعمليه. نجمو نعرفوا السوم العمليه قد ايه مدام؟ 28000 يورو. قريب 60 مليون ولا اكثر من 60 مليون، غير ما نحسبوا المصاريف اللي بجنب، ما غير ما نحسبوا ما حاسبين 11 ليله في الغيانيماسيون بعد العمليه ان شاء الله. مي بون نجم تكون اكثر، تكون اقل. انت والحاله اي انت والحاله. املنا كبير في ربي وفي الناس وفي رحمه التونسي كالعاده، كل ما احتاجنا ليه لقيناه واقف بجنبنا. واحنا نفسنا اعضاء الجمعيه الكلنا جندنا والكلنا ساهمنا في الحمله هذه بتاع التبرعات، الكل عطينا زاده. ومازلنا بعاد بيان سور بالطبيعه على الرقم هذا. المهم اليوم ما همش الارقام، المهم اليوم حياه خليل. اكيد معناتها كي نقولوا 28000 رقم، كي نقولوا خليل بشر، طفل عنده 14 سنة، عنده أحلام، عنده حياة، عنده مستقبل قدامه. أكيد أكيد اللي ما نجمش نقارن بالرقم بحياة خليل. وخليل احنا كل طفل نحقق له أمنية، وكل طفل يولي ولدنا. وخليل اليوم ما هوش ولدي أنا وولدك أنت وولد الجمعية، خليل اليوم ولد كل تونسي يقول انا حنين وانا عندي اولاد وانا كل صباح نقوم اولادي في صحه جيده، ونشكر ربي على اللي اولادي في صحه جيده. حب الناس الكل يدعيوا الخليل، الدعاء زاد مهم. واضح. باهي مدام بثينه، خليل قام بعمليه قبل وتعدى زاد بالشيميو هكا ولا شيميو ثيرابي؟ اي خليل عمل عمليه للاسف ما نجحتش، شيميو ثيرابي عملها، عاودوا له شيميو ثيرابي اثقل، ولليومنا هذا مازال يعمل في الشيميو ثيرابي.
خليل اليوم عنده حالة إحباط. ولا باش نسألك على حالته النفسية أنا. والحصة الأخيرة بتاع الشيميوثيرابي رفض باش يمشي لها. الورم قاعد يكبر. الوقت دهمنا مالوغوزمون للأسف الشديد. معناتها مدهمة من الوقت. احنا توا عاملين كورس كونتر لو طون باش نعملوا الأوراق الكل باش نكملوا كل شيء. صارت في فرنسا كعادتها وقفت بجنبنا بالنسبة للتأشيرات الخليل والأكومبانياتور نتاعو. دونك احنا موجودين اي شخص ينجم يكلمنا يتواصل معنا عبر التليفون عبر الانبوكس فيسبوك صفحة امنيتي اسمها في الصفحة بتاعنا حاطين الايبان والغيب بتاع حساب جمعية امنيتي اللي تعمل بكل شفافية وبكل ترانسبارانس معناتها احنا نعلموا الناس بتطور المبلغ وقديش وصلنا قديش خدينا وقديش مازالنا الوقت قلنا داهمنا بدبينا خاطر معناتها يلزمنا نمضيو الأوراق مع المستشفى في باريس فهمت دونك خليل صليحة اللي هو باش يعمل عملية آخر أو ديبي سبتمبر مي احنا ما نقولوش عنا في يدنا شهر عنا في يدنا أسبوع أقل من أسبوع باش نمضيو باش نحضروا الوراق وكل شيء كل الحالات واضح واضح دونك نعاود نذكر العباد الكل اللي يسمعوا فينا اللي يحب ينقذ حياه الطفل خليل اللي يعاني مرض السرطان ينجم يدخل على الباج فيسبوك باج فيسبوك نتاع جمعيه امنيتي اللي ان شاء الله باش يكونوا حاضرين بحضرنا هوني في كابافي ونحكيوا اكثر على الجمعيه خاطر ظاهره جمعيه حلوه برشا وفيها برشا حاجات ان شاء الله ناخذ عليها اكثر تفاصيل كي تكونوا حاضرين بحضرنا مدام بوثينه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو على التدخل نتاعك ميرسي شكرا انتم لدعمكم وسندكم يعيشك كابافان الكلمة ليك